طب خلينا نعمل جلسه مديتيشن احنا يلا جاهزين. انا كل مره محمد يبقى معانا اسكت خالص. ازاي نعمل مديتيشن؟ اول حاجه ابسط حاجه ده تمرين بسيط وتمرين قوي جدا من اقوى انواع التدريبات حقيقي يعني، وانا بمارسه حتى الان مع اني درست حاجات كتير. اركز على التنفس، اخد نفس شهيق وابقى على وعي ان انا باخد نفس، وزفير على وعي ان انا بخرج نفس. يعني ايه على وعي دي؟ مش على وعي، يعني مركز في النفس. يعني خليني اعمل لك جايدنس بسيط، هقول لك يعني ايه على وعي. خدي نفس وخدي بالك من حركه الهواء جوه الانف، يعني خليكي مركزه على حركه الهواء جوه الانف ماشي. وخدي كمان نفس، خدي بالك من حركه الهواء جوه الانف وبعد كده جوه القصبه الهوائيه، وبعد كده خدي كمان نفس. بناخده من الانف ونطلعه من الفم؟ من الانف برضه. نفس، قصبة الهوائية، بعد كده الرئتين، خليكي على وعي بالرئتين بيتحركوا. اوكي. هنا ايه اصبح ايه التركيز بتاعك، الفوكسنج بتاعك اتنقل بقى انترنال. فمجرد ان الفوكس بتاعك التركيز بتاعك بقى داخلي، هنا يحصل ايه؟ الجسم بيتغير، الدوره الدمويه بتتغير في المكان اللي انت بتركزي عليه، والبالانس بتاع الجسم كانرجي، بنتكلم كانرجي، بتيجي يتغير. هتلاقي حتى تركيزك والوعي بتاعك يبتدي يهدى. لما بتعملي كده بيتغير جزء من الفسيولوجي بتاع الجسم، ضربات القلب بتتغير لان نفسك بيتغير، فبالتالي الفلو بتاع الدم بيتغير. لو فضلت تستمر على كده هتلاقي الدم يبتدي يروح للاطراف اكتر واقوى بشكل ما، الاسترس بيسحب الدم من الاطراف. بعد اللي عشان كده الناس اللي اطرافها ساقعه على طول ده ممكن يبقى ستريس، يعمل شويه مديتيشن الدم يفلو تاني. فالمجرد بس البريذنج ده يخلي الدم يفلو لجسمك. عارفه يعني ايه دم يفلو اكتر الاعضاء؟ معناها هيلينج باور، اكسجين اكتر، صحه احسن. فاهمه؟ ده معناه دم يفلو. لكام عدى ولا لكام وقت ان احنا نعمل النفس؟ نعمل ده وقت قد ايه؟ على الاقل 10 دقائق. الابحاث العلميه بتقول ان مخ الانسان بيحتاج على الاقل 10 دقائق عشان يقدر يوصل يعني يقدر يعمل سيشن مديتيشن ويريلاكس بشكل ما. ده المخ العادي، الشخص الطبيعي يبريز، يعمل بريذنج، التنفس ده لمده 10 دقائق هيلاقي انه ده بيساعده انه مخه يبتدي يهدى وموجات الدماغ تهدى. طب هل يفضل قبل النوم يعني مثلا ولا لا؟ ولا اول ما نصحى ولا ايه؟ مش هتفرق معايا الوقت امتى خالص. يهم ايه؟ ان الوقت اللي هتلتزم بيه. ليه بقى الوقت اللي هتلتزم بيه؟ لان جسمك هينادي على التمرين في الوقت ده دايما. ودي بنسميها الساعه البيولوجيه، هيقول لك ده وقت المديتيشن، انا محتاج اعمل مديتيشن، فهو جسمك هيفكرك. فمحتاجه ان ايه؟ تثبتي وقت على قد ما تقدري. يعني هل اقول للناس انا داخله اعمل مديتيشن واقفه على نفس الاوضه؟ يعني كنت بعمل كده. مامتي كانت بتضحك عليا طول النهار. يعني اتفرغ للمديتيشن ولا اعمله اثناء زحمه اليوم ولا ايه؟ اعمله وانا سايقه؟ حلو، سؤال ممتاز. لو القيمه اللي هتحصل عليها مهمه يبقى هتحس ان هو حاجه مهمه. لو ادركتي ان هو مهم هتخشي له وتخصصي له وقت كانك هتقابلي حد مهم. لو انت مش متصله للقيمه بتاعته مش هتهتم بيه قوي. صح. فعشان كده النيه مهم. وانا بعمل مديتيشن، بعمل مديتيشن ليه؟ عايز ايه؟ هحصل على ايه؟ هيفرق في حياتي ازاي؟ طب لو حياتي اتغيرت بده هل ده مهم بالنسبه لي؟ عشان كده المديتيشن ممكن نسميه هو يعني ممكن الناس كلمه مديتيشن مش بترتاح لها، وكلمه تامل ممكن نسميه وقت السلام، وقت القوه مثلا، تدريبات لتصفيه الذهن، تدريبات لتهدئه الجسد، تدريبات للريلاكسيشن، تدريبات للهدوء، تدريبات للاسترخاء، اسميها اي اسم لان جزء من الاسم بيديني النيه بتاعتي انا كمان.